أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، سأعدكم مرة أخرى. عيد مبارك على كافة الأمة الإسلامية، وكل عام والجزائر أرضا وشعبا بحول الله بكل خير. والآن تفاصيل النشرة. كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي عن بداية تسويق القميص الرسمي للمنتخب الوطني من علامة أديداس ممول الفاف. وأكدت الاتحادية بأن عملية البيع تنطلق الأربعاء على أن يقتصر البيع عبر موقع ديزد فان ستور. هذا وصنع سعره القميص الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي لدى عشاق المنتخب الوطني، وهو الذي وصل إلى 95 أورو، أي ما يعادل 2 مليون سنتيم. وبالتالي فالقميص لن يكون في متناول الجميع حسب ما أكده عشاق المنتخب الوطني في تعليقاتهم، وأكدوا أن القميص باهظ للغاية نظرا لغلاء السعر. كذلك ذكر أن القميص الجديد، وإلى جانب حمله نجمة التي ترمز إلى الكأس إفريقيا الوحيدة التي توج بها المنتخب الوطني سنة 90 1900، يحمل كذلك عبارة 1 2 3 فيفا الألجيري.